السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوفوا شباب كيف التسوس ضارب قدم البقرة. شوفوا كيف عن جد كتير آكل منها بشكل كبير. شايفوا مشاكل الأقدام، يعني تعتبر هي، شوفوا كيف إذا قارنا هيك، شوف شو هناكل منه. اضطرينا ناكل كل هاي مسوسة، ماشي؟ شوف كيف، يعني وضع قدمه كتير كتير سيء. شايفين وضع جدا سيء. اضطرينا ناخذ هذا القسم هيك كلياته لاجل ننظف هاي الشقفة، لأن كلياتها مضروبة. يعني عند بنقول أكثر مشاكل المزارع من وراء الأقدام عن جد تعتبر أكبر مشكلة الأقدام.